أم العراق وفيحاؤه. أول مدينة إسلامية بناها العرب في عهد الفاروق رضي الله عنه، تاريخها موغل في القدم، احتضنت هامات تاريخية تعجز قارة العالم عن استيعابها. طيبة أهلها يعرفها القاسي والداني، وشط العرب لؤلؤتها التي تمدها بالروح. مدينة تطفو على بحر من النفط، حتى أنها تفوقت بذهبها الأسود على الكويت والبحرين. إنها البصرة، المدينة التي يفوح منها عبق التاريخ. لنسبر معا أغوار هذه المدينة العراقية العظيمة، لكن قبل أن نبدأ رحلتنا لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس. لؤلؤة شط العرب. تلقب بفيحاء العراقي ومنبع ثروته، المدينة القابعة في منطقة نفطية من الأغنى في العالم. تتربع البصرة على نهر شط العرب جنوب العراق، تتوسط الكويت وإيران. يحتار المتحدث عنها أي جانب منها يستحضر، الأهمية التاريخية أم الاقتصادية؟ فعبر ميناء أم القصر هي المنفذ البحري الوحيد في العراق على العالم. وأما تاريخياً فلها دور مهم منذ التاريخ الإسلامي المبكر. محلياً تعد المدينة الثالثة في العراق بعد بغداد والموصل. أما إذا أردنا الغوص في تاريخها فالرحلة ستكون مثيرة بل وموغلة بالإثارة والتشويق. فلنستعرض معاً ومضة من هذا التاريخ. عبر الزمن كانت للبصرة أسماء كثيرة ذكرت بأمهات الكتب، منها أم العراق وخزانة العربي وعين الدنيا وذات الوشمين والفيحاء. أما اسم البصرة الحالي ففيه الكثير من الأقاويل، إذ يقال أن البصرة هي الأرض ذات الحجارة الصغيرة الرخوة المائلة إلى البياض، بينما يرجع يعقوب سركيس معنى كلمة البصرة إلى أصل سرياني، حيث قال أنها تعني الأقنية أو بصرة، أي محل الأكواخ. عبر تاريخها ضمت هذه المدينة أسماء هامات عظيمة تعجز قارة العالم أن تستوعبها أو تحتضنها، مثل الجاحظ والفراهيدي، مرورا بالحريري صاحب المقامات ورابع العدوية والفرزدق، وأبي الأسود الدؤلي وأبي نواسة وسيبويه حتى السياب. وعبر العقدين الأولين من تأسيسها اختصرت هذه المدينة الساحرة أزمنة من نشوء المدن، وتميزت بحسب الجاحظ بعجائبها الثلاث. الأولى شغف العلماء والأعلام بحبها، والثانية إطلالها على ضفاف شط العرب إضافة إلى أنهارها التي تعد كشرايين الحياة بالنسبة إليها، وأبرزها نهر العشار الشريان الرئيسي للمدينة وعماد حياتها، الذي تتفرع منه روافد وأنهار كثيرة تتوزع في المدينة فتروي أهلها. ويستخدم أهل المدينة هذه الروافد التي يسمونها الشافات كقنوات للتنقل. كنز بشري عظيم. أكثر الأقاويل شيوعاً تذكر أن البصرة بنيت بعد الإسلام في زمن الخليفة عمر بن الخطاب، وأن الصحابي القائد عتبة بن غزوان رضي الله عنه هو من بناها، بينما يقول البعض أنها وجدت قبل الإسلام، وأنها كانت منذ عصور ما قبل الإسلام من ثغور العراق. آنذاك كانت تضم خليطاً من أمم شتى، من الفرس واليونان، كذلك نزلها العرب منذ القدم، وعاش فيها أنباط غير قليلين، وكان يرتادها تجار العرب. مر فيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه كثيراً في الجاهلية أثناء رحلاته التجارية. أما اليوم فإن المدينة تعرف بأنها واحدة من كبرى مدن العراق، المعروف بأنه أغنى الدول بالنفط. لكن هل تعلم أن غالبية هذه الثروة النفطية تتركز في جنوب البلاد، خاصة في محافظة البصرة التي تضم الجزء الأكبر من احتياطي النفط العراقي المكتشف حتى الآن؟ وبحسب دراسة صدرت عام 2015 عن مركز الدراسات والأبحاث العلمانية، فإن البصرة تمتلك احتياطياً نفطياً ضخماً فاق احتياطي العديد من دول أوبك ودول بحر الشمال مجتمعة ودول بحر قزوين باستثناء إيران. لكن فيحاء العراق للأسف لم تنل من نفطها نصيباً، رغم أن ثروتها تفوق الثروة النفطية لدولة البحرين ودولة الكويت.
أخيرا وبعد غياب دام 44 عاما، تسطع أضواء البصرة من جديد باستضافتها بطولة كأس الخليج لكرة القدم، حيث تدفق مشجع الدول المشاركة إلى المدينة. وفي توليفة عذبة كان حفل افتتاح البطولة، إذ بدأ الافتتاح بشخصية السندباد الذي يقال أنه خرج من البصرة ليجوب العالم برحلته. وقد رحب السندباد بالضيوف الخليجيين، ثم امتد لحضارات العراق مستحضرا الحضارة السومرية والبابلية التي جسدها فنانون بملابسهم. كذلك شهد الحفل مؤثرات بصرية رسمت مجسمات عراقية تاريخية وبوابة عشتارة وإنجازات الحضارات. وتم تقديم الدول المشاركة في البطولة بعرض مجسمات هولوغرام لصروح ترمز للدول المشاركة، مثل مجسم مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي ومجسم أبراج الكويت.